نمبر 1 آنو بايك تحتفل هذه الدراجة الإلكترونية من الدرجة الأولى بالحرفية الدنماركية وتقديرا للتصميم الخالي من العيوب والجودة العالية والوظائف. راسخة في شوارع كوبنهاغن، A1 هي آلة عادية يجب أن تمتلكها. أقصى، أفضل، أسرع وأقوى، كلها مستوحات من الدراجات النارية عالية الأداء. يتمتع A1 بهيكل قوي وخفيف الوزن مع هذه الدراجة الإلكترونية المرحة والموثوقة والمغرية. يريد الأنوبايك إلهامك للخروج إلى هناك لرؤية الحياة وتجربتها من وجهة نظرة جديدة واستنشاق الهواء النقي أثناء التنقل. قم بجولة على الجانب البري، لا شيء يقارن بالمتعة الخالصة لركوب الدراجة. مع الإيوان يمكنك الإبحار عبر المدينة والذهاب بسرعة إلى الطرق الوعرة إذا كنت سترغب في ذلك. بفضل قوته الخام ومظهره الخام ستصبح الإيوان بسرعة رفيقك الجديد في التنقل الحضري. مثل زوج من الأحذية الإيطالية المصنوعة يدويا أو سيارة قديمة أو زجاجة كبيرة من الشعير الفردي، ستظهر الإيوان ذوقك وتقديرك الممتازين للحرفية الرائعة والتصميم الخالي من العيوب والمنتجات عالية الجودة. نمبر 2 هيمو زيت 20، حان الوقت للركوب بأناقة مع دراجة بها كل شيء مجهزة بركوب غير رسمي ووضع بارد ووضع ديناميكي سريع ورياضي. يمكن تبديل أوضاع الهيمو الزيتوني المزدوجة بسهولة بضغطة زر وفقا لتفضيلاتك في الركوب. الأمر متروك لك لتقرير مقدار القوة التي تمارسها على دواسات الهيمو الزيتوني والتي تحدد كل من التسارع والقوة. ركوب طريقك الخاص محمول ومتعدد الاستخدامات وأنيقة. يتيح تصميم الهيمو الزيتوني المدمج بشكل متعمد سهولة الطي والتخزين والنقل. يتصل صندوق البطارية المدمج المبتكر في الزيتوني بشكل وثيق بالجسم لتوفير المساحة، في حين أن إطاره المصنوع من الألومنيوم خفيف الوزن يتوافق تماما مع الأسلاك الداخلية لإضفاء مظهر أنيق. ألا تريد ترك البطارية في الدراجة؟ لا تقلق، يأتي هاتف الهيمو الزيتوني مزودا بمفتاح بطارية مخصص حتى تتمكن من شحنه. نمبر 3 مور بايك، تتمتع دراجات مور بايك بأفضل الميزات الموجودة في الدراجات الكهربائية الحالية وترسيخها مع أولويات الصناعة، مما يجعل الدراجة الإلكترونية أكثر ابتكارا وتحبيبا في السوق اليوم. مع نطاق بطارية يبلغ 80 ميلا وسرعة قصوى تبلغ 31 ميلا في الساعة والعديد من ميزات الأمان المتقدمة لا تشبه دراجات مور أي دراجة كهربائية أخرى. هذه الدراجات هي أيضا الدراجات الإلكترونية الوحيدة التي تحتوي على تعليق كامل 100 ملمتر وحواف أكثر سمكا وإطار قابل للطي، كل ذلك في تصميم واحد حاصل على براءة اختراع. قوية وسريعة، وعلى عكس أي دراجة إلكترونية في السوق تميز مور بايك نفسها على البقية بقوة لا مثيل لها وميزات أماكن مبتكرة وتصميم أنيق وركوب سلس بشكل لا يصدق. يمكن طي دراجة مور بايك بشكل مثالي إلى النصف وتتميز بعجلة أمامية قابلة للإزالة مما يسهل تخزينها وحملها. تستخدم دراجات مور بايك الإطارات الدهنية والإطارات القوية ونظام التعليق المزدوج 100 ملمتر بالكامل لمنحك القوة والمتانة والقدرة على المناورة لدراجة جبلية احترافية. لا يوجد حد للمكان الذي يمكنك الذهاب إليه أو مقدار المتعة التي يمكنك الاستمتاع بها. تم تجهيز دراجات مور بايك بنظام التعليق الأمامي والخلفي حيث يقلل نظام التعليق الكامل من البلل الذي يلحق بجسمك ودراجتك، يخفف التأثير ويقلل من التعب على اليدين والرجلين والمفاصل. نمبر 4 دوان بايك، أخف دراجة كهربائية قابلة للطي في العالم.
الواحد ليس مجرد دراجة كهربائية أخرى قابلة للطي، لقد تم إنشاء أفضل تجربة ركاب من خلال صنع هذه الدراجة الكهربائية خفيفة الوزن وصغيرة الحجم ومتينة ومرنة. يدين تصميم دوان بايك وتصميمه الذكي بإطاره المصنوع من سبائك المغنيسيوم الفائق الحاصل على براءة اختراع يزين هذا الإطار 35% أقل من إطارة الألومنيوم المتميزة الأخرى في السوق. يزين محرك المحور عالي السرعة 250 واط المصمم خصيصا 65% من المحرك التقليدي بوزن 2 غرام فقط. تساهم المواد عالية الجودة مثل خلايا بطارية الليثيوم أيون الحديثة وتكنولوجيا الشوكة أحادية الجانب في هذا التصميم المبتكر ووزنه الخفيف الذي يبلغ 12.5 غرام فقط. آلية طي الجهاز سهلة وسريعة ومثالية للاستخدام اليومي، يمكن طيه في أقل من 10 ثواني إلى عرض صغير يبلغ 25 سنتيمتر فقط وهو مثالي لاختيارك أثناء التنقل. أصبح حجمها الصغير ممكنا بفضل تقنية الشوكة أحادية الجانب والنظام المغناطيسي الحاصل على براءة اختراع والذي يجعل العجلتين تلتصقان بإحكام وثبات معا مدمجة وقوية عند طيها، يمكن حملها بسهولة تماما مثل الحقيبة. البطاريات ليس شيئا تحتاج إلى رؤيته إلا عندما تقوم بشحنها. في جهاز دوان بايك تم القيام بدمج البطارية في قاعدة المقعد للحفاظ على تصميم إطارها النحيف. لم تكن محطات الشحن شائعة حتى الآن، وتم التأكد من أن لديك خيار شحن البطارية دون الحاجة إلى حمل دراجتك على تلك السلالم. ما عليك سوى إزالة عمود المقعد لإخراج البطارية للشحن سواء في شقتك أو مكتبك. تم استخدام خلايا بطارية متطورة من الشركات المصنعة المعروفة مثل سامسونج وباناسونيك. خذ دوان بايك في رحلة تصل إلى 52 كيلومتر بشحنة واحدة فقط. نمبر 5 Impossible Bike. Impossible Bike هي أول دراجة إلكترونية ذكية يمكن وضعها في حقيبة ظهرك. الدراجة المستحيلة هي أول دراجة إلكترونية قابلة للطي في العالم، تجمع بين إمكانية النقل والإبداع باستخدام تقنية رائدة لطي الدراجة إلى وحدة محمولة أصغر مع الحفاظ على السلامة الهيكلية. تحول الدراجة المستحيلة أو The Impossible Bike الوظيفة المثالية للدراجة الكهربائية إلى أكثر المركبات تقدما في النقل متعدد الوسائط. تتطور تقنية الدراجة المستحيلة من الفيزياء الأساسية للنقل من خلال الجمع بين إطار دائري من ألياف الكربون مع عجلة قابلة للسحب إلى محرك دائري فائق النحافة. تتطور تقنية الدراجة المستحيلة The Impossible Bike من الفيزياء الأساسية للنقل من خلال الجمع بين إطار دائري من ألياف الكربون مع عجلة قابلة للسحب إلى محرك دائري فائق النحافة. تم تصميم الدراجة المستحيلة The Impossible Bike التي تعمل بمحرك أنحف وأخف بطارية بإطارها المستقبلي وعجلاتها لتكون مرنة وقابلة للتكيف تماما مع نمط حياتك، ويمكنها السفر لمسافة تصل إلى 30 كيلومتر بشحنة واحدة. The Impossible Bike هي محمية من الصدى بألياف الكربون المقاومة لعوامل الطقس. يمكن للدراجة المستحيلة The Impossible Bike مرافقتك على أي حال وفي أي مكان وفي أي وقت. لقد تم دمج وظيفة سرج الركوب وحقيبة الحمل أثناء الطي، حيث تحافظ حقيبة الحمل المطلية Neverweight على الشاحن نظيفا وجاهزا للاستخدام بغض النظر عن مكان تخزينه حتى في الأيام الممطرة. يمكن للداعمين الاستمتاع برحلة آمنة ومريحة. نظرة مبتكرة على تكنولوجية الدراجة لا يعني التركيز على التنقل المستحيل للدراجة المساومة على المتانة. يتميز الإطار بملحقات ومحامل سميكة وعالية القوة مستوحاة من الفولاذ. الركوب المستحيل نسيمة مع دراجة The Impossible Bike، تجول في أنحاء المدينة بسهولة وببساطة. افتح القفل.